صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم وكل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه انتصارات اكتوبر، لسه معاكم على شاشه قناه النيل للاخبار، وفي برنامج هذا الصباح اخترنا واحنا بنحتفل بانتصارات اكتوبر لليوم الثاني نكون معاكم في متحف القوات الجويه، طبعا لاهميه دور القوات الجويه في تحقيق نصر اكتوبر العظيم. طبعا المتحف مكان رائع جدا، وفي كتير من الشهادات الخاصة بحرب أكتوبر، وفي كمان تاريخ الطيران المصري إزاي اتطور لغاية لما حقق هذا النصر في أكتوبر 73. على طول هنروح معاكم لمواقف وقصص وحكايات وبطولات من حرب أكتوبر بيرويها طبعا أبطال هذه الحرب. بنرحب بضيفنا دلوقتي اللواء طيار السيد أبو النجا، أحد أبطال حرب أكتوبر. صباح الخير سيادة اللواء، كل سنة وحضرتك طيب. وانت بصحة وسلامة سيادة اللواء. على طول خلينا نفتكر هذا اليوم، بنحتفل بذكرى الخمسين اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، بتتذكر إيه من هذه الحرب في هذا اليوم؟ هو طبعا بالنسبة للنهاردة 6 أكتوبر، يعني يوم 6 أكتوبر، يعني الضربة الجوية الأولى. أنا السرب بتاعي كان، كنت في المنصورة في اليوم 104، كنا سربين، في سرب طلع مع الضربة الجوية الأولى، لأن احنا مقاتلات اعتراضية، فاحنا كنا بنحمي الطائرات اللي رايحة تقصف الأهداف في الأرضية اللي في سيناء. والسرب الثاني استقبل الطائرات وهم راجعين، علشان لو في حد بيطاردهم يبتدي هو يدافع عنهم. طبعا كان يوم يعني لما قالوا لنا ان في حرب هتبتدي، الطيارين كلهم طبعا كانوا فرحانين جدا، لان كان مستنيين اليوم ده من زمان، واحنا مش عارفين امتى. طبعا احنا عرفنا قبلها بما فيش يعني. وطبعا الطيارين بقى ساعتها يعني مشاعرهم كانت مختلفه، يعني في اللي كان يعني اللي كان بيقول المرتب بتاعي والنبي حد بيأدي لعيلتي، بيعتبر انه طالع مش راجع. وفي يعني عارفه كان كله حاسس ان احنا يعني رايحين ان شاء الله هننتصر، لكن اللي كانوا اكبر مني كانوا شافوا حاجات تانية كتير. انا كنت اول حرب اشترك فيها يعني. فطبعا كان بالنسبه لي ما يعني ما فيش مشكله، ما شفتش قبل كده حاجات يعني زي اللي هم شافوها. فكانت الحقيقه كانت مشاعر مختلفه كتير جدا ومتباينه كتير جدا. وبعدين طلعوا الحمد لله ورجعنا كلنا الحمد لله، كنا كويس يعني سلام. بنسبه نجاح تقريبا 100%، 99%. هي هنقول يعني هنقول اصل هي الضربه الجويه ساعتها بيقولوا حققت 90%، عشان كده ما عملوش ضربه ثانيه. يعني حتى اسمها الاولى كان المفروض يبقى في ثانيه، التانية ما طلعتش اللي مش محتاجينها. يعني فاحنا بعد كده هم احنا بقى كمقاتلات طبعا فضلنا على طول بنعمل مظلات جويه لحمايه مصر كلها. احنا كان لنا منطقه معينه مسؤولين عنها، ممنوع اي حد يخش فيها، بنصد وندمر اي طياره تخش معاديه. يعني لغايه لما الحرب خلصت احنا على طول في اشتباكات مع الاعداء. سلاح الطيران سياده اللواء كان ليه دور مهم جدا، وهو الدور الاول ويعني الابرز، خصوصا بعد 67، وانه كانت المشكله تحديدا او كان التاثر الاكبر للطيران. يعني عايزين نوضح ده كمان للمشاهدين. احنا بعد 67 طبعا ما كانش في يعني كان معظم الطيارات اتدمرت، فاحنا كنا محتاجين طيارات ومحتاجين اعداد طيارين تانيين. فالحقيقه بذل جهد رهيب عشان نعد الطيارين، وعشان الطيارات نجيبها من بره. والفنيين برضو خلي بالك، يعني احنا مش طيارين بس، القوات الجويه ده عمل جماعي بيبتدي من الفنيين اللي على الطيارات، لازم بيعدوا كويس، وهم كمان بيتعبوا جدا معانا في التفتيش يعني في تجهيز الطياره. يعني انا عايز اقول لك ان عشان انا اطير
في مثلا بتاع 15 تخصص بيجهز الطيارة عشان أنا في الآخر أطلع بالطيارة أشوف مهمتي. فدول ناس ما نقدرش ننساهم يعني. هم المهندسين طبعا. الطيارين بقى كان تدريبات قاسية جدا، لأن إحنا عادة الطيران الإسرائيلي كان بيبقى متطور عننا شوية، فكنا لازم نعوض ده بالتدريب، وإن إحنا نعرف إيه عيوب طياراته وإيه مميزاتها ونتلافى مميزاتها ونشتغل على عيوبها علشان يبقى فيه تكافؤ. والحمد لله ربنا وفقنا إن إحنا يعني عملنا نتائج هايلة في الحرب، في القتال الجوي بالذات. أنا طبعا بتكلم على الطيارة 121 اللي كنت واطرها يعني. إحنا عملنا نتائج هايلة كمطار المنصورة أو اللي هو 104، وأنا كنت في سيب 46، إحنا كنا ثلاث أسراب، والثلاث أسراب اشتغلوا في الحرب جامد جدا. وأنا عايز أقول لك إن إحنا ما بطلناش يعني، أنا فاكر إن إحنا بطلنا الحرب تقريبا كده على آخر فبراير. يعني إحنا على طول مش علاقين في الجو، مستنيين أي حاجة، أي أوامر، أي اشتباك، أي حاجة. ولغايه دلوقتي اعتقد طيارين المقاتلات لازم يكونوا جاهزين انهم يطلعوا في اي وقت يدافعوا عن البلد يعني. طبعا يعني اكيد الطيران كان موجود بقوه طبعا في الضربه الجويه الاولى يوم 6 اكتوبر. وكمان معركه المنصوره دي كان ليها يعني دور مهم جدا. وكان الطيران ايضا يعني حاضر بقوه وحسم المعركه تماما يوم 14 اكتوبر، اللي طبعا اعتبرت بعد كده عيد للقوات الجويه. هو طبعا يعني اليوم ده هم جم للطيارات المعادية كانت حوالي 120 طيارة، واحنا كنا في المنصورة حوالي 40 طيارة، وبقية المطارات اللي حوالينا ساعدونا، فكنا 60 طيارة. طبعا ما كناش كلنا في وقت واحد فوق يعني، احنا كنا يعني هم بيجوا بويفز ورا بعضها واحنا بنطلع نصد. فالحمد لله اليوم ده احنا ضربنا لهم 17 طيارة، وهما طبعا يعني ما كانوش مصدقين اللي بيحصل يعني. واحنا وقعلنا 6 طيارات، منهم 4 هما اصابوهم، واثنين، واحد ده كان ليدر بتاعي، الفيول الوقود خلص فاضطر ينط من الطيارة، المحرك وقف. وواحد تاني كان ضرب طيارة وشظايا بتاعت الطيارة اللي انفجرت قدامه جت في المحرك بتاعه فوقع، يعني ما حدش اصابه. فيعني حسابيا 17 ضد 4. فطبعا دي كانت يعني كان النتيجه قاسيه. هم ما جوش بعد كده على فكره. هم جم ضربوا المطار يوم 7 ويوم 9 ويوم 11 ويوم 14. يوم 14 بقى دول ما جوش تاني يعني. يعني حسوا ان هم الموضوع. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان حصلت. احنا في طيار وقع اسرائيلي جنب المطار بشويه يعني كده. ف طبعا انت عارفه بيبلغوا الشرطه والمخابرات وكده، فجم المخابرات خدوه فبيسالهم بيقول لهم انا وقعت مين، انا كنت جنب مطار ايه، انا اتلخبطت يعني. فقالوا مطار المنصوره، قال لهم يوه ده قالوا لنا ما تجوش ناحيه المنصوره عشان فيها روس. هم مش مصدقين ان المصريين ضربوهم. فقالوا لا يبقوا روس. فجابوا لنا الاسير عند المطار وقالوا ادي الطيارين المصريين هم، مين في الروس، فين الروس بقى اللي هنا؟ فالطيار بص لهم كده ويعني فقالوا لنا يا جماعه احنا بنفخر لان ده من سيربل سنايبرز. سيربل سنايبرز ده من اقوى اسراب اليهود، اسراب اسرائيل في القتال الجوي. فلما السرب ده يقولوا له ابعد عنكم يعني احنا في فخر. فده المخابرات بيقولوا لنا كده يعني. فطبعا كان يوم يعني بالنسبه لنا. وده سياده اللي هو بيأكد قد ايه يعني استطاعت مصر انها تعد الطيارين المصريين لهذه الحرب 73 بكل يعني المعارك المختلفه فيها، سواء يوم 6 اكتوبر والضربه الجويه او ايضا يوم 14 اكتوبر ومعركه المنصوره، حتى انه العدو وقتها كان متصور انه مش طيارين مصريين بالظبط، يعني لا طيارين اجانب. فطبعا كانت مفاجاه بالنسبه لهم انه الطيار المصري قادر ان هو يعني يحقق هذا مع المصر. فرق الطيارات يعني هم طياراتهم كانت يعني متطوره عننا، امكانياتها اكبر مننا، قدراتها اكبر مننا، ومع ذلك الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا. طبعا عايز اقول لك
التدريب الرهيب. يعني انا على انا اتخرجت سنة 71 وخدت فرق لغاية لما دخلت السرب في مايو 73. انا عايز اقول لك من كتر التدريب تقريبا كده انا مش فاكر ايه اللي حصل. يعني من مايو لغايه اكتوبر انا كنت في يعني زي ما تقولي ايه تدريب مكثف يعني بطحن عارفه يعني حاجه كده واخده بالك. يعني كان تدريب صبح وبالليل واحنا كنا ساعتها السرب بتاعنا السرب ليلي فكنت بضطر يعني بنطير الصبح وبنطير بالليل لغايه لما الحرب جت. انا عايز اقول لك اسهل طيران طرته في حياتي طيران الحرب من يعني بالقياس للتدريبات. فالحرب دي كانت لذيذه قوي يعني كانت سهله واخد بالك ازاي. طبعا مع المشاعر بقى الغريبه بقى انك انت بتحس ان في تشكيل بتاعنا مثلا ضرب حد ففرحانين بس واحد زميلنا اصيب فبنبقى زعلانين. عارفه انت كل ثلاث دقائق في خبر فكنا على طول مش حاسين احنا حاسين احنا لسه ورانا حاجه لسه ورانا حاجه لسه لغايه لما فين يعني يمكن مثلا على فبراير كده 74 قلنا الله ده احنا فعلا انتصرنا بقى الموضوع خلص. يعني طول الفتره دي احنا في يعني في مشاعر متباينه ما بين الـ 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 الفرحه والحزن وفلان كان في المستشفى وحصل له كذا وفلان يعني عارفه انت يعني في طبعا كان في خسائر يعني كان في خسائر من زمايلنا كتير بس في الاخر الحمد لله ربنا وفقنا وانتصرنا وربنا كرمنا. يعني سيادة اللواء يعني الحقيقة الأجيال اللي ما عصرتش حرب أكتوبر بتكون فرصة ليهم في ذكرى انتصارات أكتوبر كل عام إن هم يتعرفوا على بطولات والروح اللي كانت مسيطرة في يعني في مصر عموما وصلتنا لتحقيق هذا النصر نصر أكتوبر. يعني حابين كمان بنستغل فرصة وجود حضرتك معانا طبعا ونعرف من سيادتك كمان يعني بطولات ومواقف لا تنساها من حرب أكتوبر. هي حاجات كتير يعني طبعا كان يعني عايز اقول لك ان كل اشتباك بيتم كان في بطولة. يعني انا عايز اقول حاجة معلش هخرج بره الموضوع. احنا جيلنا يعني اتعجن في الوطنية مش معنى كده ان الجيل الجديد أسوأ مننا بالعكس دول أحسن مننا لأن هم عندهم الفرصة يتعلموا أحسن مننا وحاجات كتير يعني عندهم فرصة وسائل الاتصال التليفونات التطور التكنولوجي الكبير هم عندهم فرصة كبيرة أنهم أحسن مننا بس إحنا من يومنا زي ما تقولي إيه اتولدنا لقينا بعد شوية حرب 56 بعد شوية 67 فاحنا 73. عايشين الجو وبعدين 73 فاحنا عايشين في حالة الحرب دي على طول فلما جت 73 زي ما تقولي ايه خرجنا كل اللي عندنا الاجيال اللي جت بعد كده هم ما شافوش الكلام ده وبالتالي هم لهم فكر تاني لكن هم ان شاء الله هيبقى احسن مننا ما تقلقوش على مصر يعني الجينات بتاعتنا عندهم هيروحوا فين يعني يعني عايز اقول لك ان حتى في يناير 11 مين اللي نزل في الشارع وقف للبلطجيه؟ ما هم الشباب. يعني فما بالك لو في حاجه جايه من بره. الشباب بتاعنا بس هو الايام دي سخط شويه زعلان شويه لانه كان سقف طموحاته كبيره، كان عايز مصر تبقى حاجه ما حصلتش. وبعدين حصل الظروف. فهما يعني مش من خلال الحديث عن بطولات اكتوبر ممكن نستلهم هذه الروح مره اخرى ويعني نقدر قد ايه تضحيات يعني الرجال يعني القوات المسلحه في حرب اكتوبر ان احنا نحافظ على هذه التضحيات ويعني تستمر هذه الروح الوطنيه موجوده طول الوقت مش بس وقت الحرب. يعني ان شاء الله ان شاء الله هتبقى يعني احنا بصي احنا طبعا الخبرة بتاعتنا اديناها للطيارين اللي بعدينا وهم بيدوا اللي بعديهم وهكذا هي ماشية فهتلاقي في كل المجالات يعني زي ما كان عندنا هيبقى في كل المجالات اكيد الدكاترة بتحسنوا عن زمان العلم المهندسين بتحسنوا يعني انا عايز اقول للناس كلها بتتكلم على الشباب انه خايفين ما تخافوش على الشباب الشباب ده هم ولادنا واحفادنا ان شاء الله هيطلعوا احسن مننا ما تقلقوش
ولو انت شايفين دلوقتي في اي حاجه ده نتيجه الظروف بس، والظروف دي مؤقته ان شاء الله. بعد شويه الظروف دي حتى يعني هتتحسن وهيبقى يعني. اصل كتير ناس كتير تقول الشباب الشباب الشباب، انا مش عارف الشباب ماله، ما الشباب زي الفل يعني. هم بالعكس هم واعيين ومتعلمين وعارفين يتعاملوا مع التكنولوجيا وعارفين يتعاملوا احسن مننا. تمام. هات الواحد حابب تقول ايه للشباب من وحي انتصارات اكتوبر، من البطولات، من يعني مواقف انسانيه اكيد كانت اثناء هذه الحرب بتتذكرها وحابب انك تنقلها للشباب، فيها اكيد دروس ورسائل ليهم وكل الاجيال اللي ما عصرتش حرب اكتوبر. ما زي ما قلت لك احنا اتعجلنا في الموضوع ده، فعشان كده يعني دي كانت ظروفنا، هم ما شافوش الظروف دي. ف يعني مش عارف يعني لما نقول لهم اصل احنا كنا ابطال، ما هم ان شاء الله هيبقوا ابطال برضه لو جات لهم الفرصه، واخد بالك؟ هم ما جاتلهمش الفرصه. يعني احنا طبعا مش هنقول ضحينا، احنا عملنا الواجب اللي علينا يعني. احنا دي مصر فكان لازم ندافع عنها يعني، واخد بالك ازاي؟ وبعدين احنا كنا جيل عبد الناصر يعني، واحنا صغيرين بابا جمال والوطنيه وفلسطين، الكلام ده كله كنا عايشين فيه. كانت الاغاني، الافلام، كل حاجه كانت في كانت عامله كده. هم دلوقتي دخلوا اتولدوا بقوا الدنيا سلام وامان، فما تقلقوش عليهم، هم وقت الجد هيبقوا زينا واحسن مننا، ما تخافوش. سيادة اللواء طيار السيد أبو النجا من أبطال حرب أكتوبر، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل سنة وحضرتك طيب. صحة وسلامة. شكرا جزيلا. مشاهدينا مستمرين معاكم من متحف القوات الجوية لبرنامج هذا الصباح على شاشة النيل، الأخبار وحكايات وبطولات عن حرب أكتوبر، ابقوا معنا. شكرا زميلتي آلاء حامد لهذا الحوار مع احد ابطال حرب اكتوبر، واللي حقيقة كلمنا عن يعني دور الطيارين ودور الطيارين المصريين في هذه الحرب، وزي ان الطيارين الاسرائيليين كانوش متخيلين او متوقعين او عارفين ان الطيار المصري يقدر يعمل كل هذه الانجازات، وان هم تفاجئوا بمستوى الطيارين المصريين. وقال ايضا ان هو كان وهو شباب تلقى يعني كمية تدريبات لدرجة ان هو شعر ان الحرب يعني اسهل بكتير من التدريبات اللي تلقاها، وده دليل على اهتمام الجيش المصري واستعداده التام لحرب اكتوبر. طبعا ما زلنا مكملين معاكم مشاهدينا النهارده في حواراتنا وفي لقاءاتنا، هتكون معنا النهارده عدد من الحوارات زي ما قلنا، هيكون معنا حوار عن الشباب واهميه غرس روح اكتوبر والتعريف بامجاد الاجيال السابقه، وايضا موضوع اخر عن سيناء من التحرير الى التعمير وخطط تنمويه عملاقه بتنفذ في ارض الفيروز. طبعا ده كله بخير.